الله وبركاته. مركب الجيزة بيكي 11% فسفور 17% بوتاسيوم، ده أنا بستخدمه في الرمان 2 لتر كل 10 أيام للفدان، وده بيقلل معايا استخدامي في مصدر البوتاسيوم والفسفور. ده معروف إن هي من الحاجات المركبات العضوية الطبيعية، ده بيقلل معايا استخدامي في البوتاسيوم، لان البوتاسيوم برضو معروف ان هو من الاسمده الكيماويه اللي هي بترفع ملوحه التربه. فانا لما بستخدم مركب زي كده اللي هو الجيزه بي كي، ده بيعادل معايا ملوحه التربه، وما بيخليش طبعا ان انا استخدم اسمده كتير من الاسمده الكيماويه. بستخدمه 2 لتر للفدان، ولما بستخدمه رش بيبقى 2 لتر على الالف. ومعروف حضراتكم ان اهميه الفوسفور والبوتاسيوم، وخاصه في فتره التحجيم، وحاليا في الفترة اللي احنا فيها مطلوب منه يكون في رشات كتير، عشان حضراتكم معروف ان هو بيساعد في التلوين معانا، وبالنسبة للتلوين والتحجيم اللي هو مركب الجيزة بي كي 11% فسفور و17% بوتاسيوم. زي ما انتم حضراتكم شايفين معانا رمان وينتر فول اهوت، الاحجام زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت معانا. دي شجره عمر 3 سنين وندر فول، متوقع ان شاء الله 12 طن في الفدان باذن الله. فانا بستخدم المركبات الطبيعيه دي لانها بتخلينا اقلل من استخدام الاسمده الكيماويه اللي هي بترفع ملوحه التربه في وبتاثر معايا على الانتاجيه اللي هي ملوحه التربه بعد كده. فنستخدم مركب ان شاء الله الجيزه بي كي.